هو في رساله بس انا ما اقدرش اقولها. النجم الكبير محمد هنيدي من اول مصر شك. الله يخليك. اللي جذبني انها حدوته قديمه وكان نفسي اعملها، خصوصا الشخصيه دي شفتها في الحياه وحبيبها جدا، فقلت اما يجي وقتها مجرد ما كتب لها موضوع توكلنا على الله. ايه الرساله اللي انتوا عايزين توصلوها من خلال الفيلم؟ يعني ايه عمل الرساله؟ ايه الرساله؟ انا ما اقدرش اقولها، لازم انت تحسها. هو في رساله بس انا ما اقدرش اقولها. عوده التعاون بقى مع المخرج الكبير سعيد حامد من اسعد الحاجات اللي حصلت في الفيلم ده، واستاذ سعيد ان شاء الله هتشوفه يعني متالق. اللي جذبني انها حدوته قديمه وكان نفسي اعملها، خصوصا الشخصيه دي شفتها في الحياه وحبيبها جدا، فقلت اما يجي وقتها مجرد ما كتب لها موضوع توكلنا على الله. ايه الرساله اللي انتوا عايزين توصلوها من خلال الفيلم؟ يعني اي عمل رساله؟ ايه الرساله اللي انا ما اقدرش اقولها، لازم انت تحسها. هو في رساله بس انا ما اقدرش اقولها. عوده التعاون بقى مع المخرج الكبير سعيد حامد من اسعد الحاجات اللي حصلت في الفيلم ده، واستاذ سعيد ان شاء الله هتشوفه يعني متالق. وانت بتاخد صورة ولا بتاخد معايا صورة وخلاص.